أبانا يا من في السماء ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وخبزنا كفافنا أعطنا في أيامنا واغفر لنا بل نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد من الأزل إلى الأبد. صباح الخير، صباح النور، صباحك جميل أبونا، أبونا جورج شرايحة. صباح المشاهدين معنا على صفحة نورسات جوردن، اللي بيشاهدونا وبيتابعونا لأول مرة على صفحتنا في برنامج صباحي خاص سميناه صباحكم نور مع نورسات. رح يكون طلي صباحية وحكمة روحية إن شاء الله أبونا بهذه الطلة الصباحية، رح بهذا البرنامج وهذا نحن منوجهه لمستمعينا ومشاهدينا على صفحتنا. رح نتكلم فيه بهذا البرنامج عن مواضيع تطرح على الساحة، على الساحة الكنسية والساحة المجتمعية والساحة الدينية. فنحن بهذا البرنامج مفتوح مباشرة مع مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا بأي مواضيع بحبوا نناقشها، تمام، مع أباء كهنة، مع إعلاميين، راهبات كهنة، مكرسين، بأي مواضيع عم بحبوا يطرحوها ويتساءلوا عنها الناس. ولقينا إذا اللي عم بيسألنا بيقولنا شو سبب هذا البرنامج وهذا المنبر المفتوح اللي على صفحة نورسات. انتو مثل ما بتعرفوا انه صفحة الفيسبوك صارت هلا صفحة المتداولة اكتر شيوعا لسهولة استخدامها وسهولة بيكون مفتوحة عند المشاهدين والمستمعين بأي وقت، يعني مش شرط يكونوا على شاشة التلفزيون في بيوتهم، مع انه احنا كمان منرحب بالمشاهدين على التلفزيون، لكن الان التليفون الذكي صار هو الأداة اللي سهل الواحد انه يتعامل معها، والكل صار عنده التليفونات الذكية اللي يقدر انه يستخدمها ويتواصل مع العالم مزبوط بأقل الأسعار. بالضبط. صباحكم نور، طلة صباحية وحكمة روحية، سنكون معكم بها الدكتورة باسمة السمعان وأنا الأب جورج شرايحة. أهلا وسهلا في الجميع، ونحن منطلقين هون من مكتب نورسات المتواجد في عمان بهذا الاستوديو بدي أقول المتواضع، وإن شاء الله منكبر ومنصير استوديو أكبر. أمين. ومنصير فضائية. أمين يا رب. سنعرض من خلال مواضيع أخلاقية وروحية تهمكم في دقائق معدودة، لكنها حتما مفيدة، ولن ننسى شاهد اليقين السند الكتاب المقدس في كل موضوع.
نعم، موضوع الشواهد الكتاب المقدس جدا ضرورية طبعا، هذا مجالك أبونا. الله يسعدك. بس احنا ما بدنا نتركه لمجال للكهنة فقط، لكن طبعا هناك كمان علمانيين عندهم الكتاب المقدس طبعا شيء أساسي، والاستشهاد من كلام يسوع المسيح في الكتاب المقدس جدا رائع، لأنه هو المرشد لحياتنا ولا حتى تعاملاتنا اليومية. بالضبط، حتى القديس بولس دائما بيعتبر جميعنا كهنة، كهنوت الخدمة اللي احنا نرتسم فيه وكهنوت المؤمنين، يعني بنوع آخر الجميع من المؤمنين هم كهنة. نعم نعم صحيح أبونا. المواضيع اللي بنطرحها خلال الأسبوع الجاي، يعني احنا هلا عم نحاول نطلع مرة بالأسبوع، طبعا بنشوف كيف زي ما تقول تأثير هذا البرنامج نعم على المشاهدين وتشجيعهم لإلنا نكمل. نعم، يا ريت نقدر نطلع كل يوم إن شاء الله، لكن هلا أسبوعيا رح يكون. أبونا ممكن تعطينا هيك موجز عن المواضيع اللي ممكن إنه نطرحها؟ نعم، هلا المواضيع اللي هي الفضائل المسيحية مثل المحبة مثل الرجاء، من أي فضيلة من الفضائل المسيحية وانعكاسها على الواقع الأخلاقي في حياتنا اليومية. إذا مثلا بنحكي عن المحبة بدنا نشوف الأمانة والصدق اللي بتخص جميع الناس سواء المؤمنين أو أي ناس كانوا بحياتنا نتعامل معهم بحكم الشغل بحكم أي وظيفة تانية، بنشوف إلى أي مدى بتعكس أخلاقياتنا تنسجم مع فضائلنا المسيحية. نعم، ومن المواضيع كمان اللي مطروحة للساحة على الساحة مثل موضوع مثلا الفيروس هذا المنتشر حاليا في دول أخرى، كورونا. فنحن بندعو من خلال هذا المنبر للصلاة من أجل كل المرضى على أسرة الشفاء، ونطلب من ربنا رحمته لأنه نحن بحاجة لرحمة ربنا هذه الأيام، للتكثيف الصلاة خاصة في البلدان اللي عم بيعانوا من إصابات شديدة، وربنا يحمينا كمان نحن بالأردن نضلنا محافظين على يعني كمان الحالات الموجودة حاليا أنه ربنا يشفيها. أمين. مع أنه بس ظهرت حالة واحدة، لكن في هناك كمان في مشتبه فيهم احنا ما بنقدر ننكر، لكن نحن باتباع الإرشادات اللي عم تصدرها وزارة الصحة والمؤسسات الطبية إن شاء الله من خلالها بنقدر نحصر هذا الفيروس من بالأردن والمجتمع المحلي. وفي دكتورة باسمة في عنا التزام أخلاقي أيضا بالإشاعات، موضوع الإشاعات كمان ما نصدق كل مسيج بتيجينا على الواتساب يا تطبيق بنستخدمه، بتيجينا مسيجات اليوم في بعمان حالي كذا سمعنا، لا ما بنسمع وما بنشوف إلا من المصادر الرسمية. بالضبط، موضوع مهم هذا. نعم، وهذا من المواضيع اللي كانت مبارح كان في عيد المرأة. أبونا أنا بشكرك أنك أنت عيدتنا وعيدت النساء الموجودة على الشاشة. نعم، لكن أنا بعرف حضرتك في عندك تعليق على هذا الموضوع، لما أنا حكيت معك بعيدك حكيتي لي موضوع بحب الناس يسمعوه كمان. أنا بصراحة مش أنه غلط أنه نحتفل هيك ونعمل هالليلة على موضوع 8 أذار، لكن احتفالنا في المرأة لازم يكون كل يوم، لأنه المرأة موجودة في حياتنا يوميا، إن كان من خلال أعمالها، خلال نشاطاتها، خلال دعمها، خلال محبتها، خلال أعمالها، فكل يوم إلها تكريم المرأة. فإحنا من هذا المنبر برجع يعني مش إنه إحنا لازم نحيي المرأة كل يوم، كل دقيقة في حياتنا. بالمناسبة في عيد للزلوم؟ لا لا أكيد، في هلا صار عالميا بيحتفلوا بعيد الأب، لكن لسه عم بيوصل على الأردن، وعادة بيكون بشهر 6 لعيد للأب. فهو لازم بيني وبينك أبونا حتى عيد الأم كمان تصير في عيد واحد موحد لكل هذا الأب والأم والمرأة، عيد الأسرة، عيد العيلة. بالمناسبة دكتورة خطر على بالي شغلة، أنه إحنا بنحتفل بعيد الأم وليس كل سيدة هي أم بالتالي، فيمكن يعني عشان زي كوتا أقل حظ يعني. هلأ أبونا بالموضوع عيد الأم، هلأ كمان إحنا الأمهات زي ما حكيت لك بمناسبة عيد المرأة، الأم كل يوم بنكرمها، مين ما بيكرم أمه كل يوم؟ بالضبط،
يعني فهو نحن نذكر العالم أنه يكتبوا عيد الأم ب 21 أذار، ونذكر الكتاب والإعلاميين والورد والمحلات اللي يعني أنا بعتبرها هاي قصة تجارية اخترعوها علشان أخذت يعني زي محلات الذهب ومحلات الشوكولاتة ومحلات الورد ومحلات الهدايا طبعا كله بتصير عشان تشتغل عشان تشتغل. وكمان مش كل أم هي أم بيولوجية فقط، في ياما من أمهاتنا عمة ما تجوزت وضحت وعاشت لأولاد أخوها، صحيح. أو مكرسة خدمت وهي أم تعتبر، صحيح. يعني مش الأم بس البيولوجية، مشان هي كمان جاوب عليها أنه لا ما أخذت بعيد الأم تأخذ بعيد المرأة. نعم. لا الأم هي الأم المعنوية أيضا، صحيح صحيح. فإن شاء الله كل الأمهات يكونوا بحالة، كل عام هم نعم يكونوا بحالة بصحة حلوة وسعادة وهنا محققين أحلامهم، خاصة النساء المقبلين على أنهم يكونوا أمهات خلال هذا العام إن شاء الله. بالسلامة. اللي هو العام مميز 2020. آمين يا ربي. بنطلع فاصل؟ أكيد. نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي، من له يسوع له كل شيء. نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي، من له يسوع له كل شيء. نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي، من له يسوع له كل شيء. نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي، من له يسوع له كل شيء. نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي، من له يسوع له كل شيء. نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي، من له يسوع له كل شيء. نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي، من له يسوع له كل شيء. نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي، من له يسوع له كل شيء. نفسي لا تخافي، نفسي لا تضطربي، من له يسوع له كل شيء. نحن هلا مثل ما سمعت من الكنترول روم، اللي بدي احكي عن الكنترول روم. هلا في شباب ورا كنترول روم، بنحب نحييهم بهذا الصباح. عنا ميشيل رزق، صباحك خير، اهلا وسهلا. في عنا كمان ريمون حتر اللي على السوشيال ميديا، وأنا بحييهم لأنهم حققوا الحلم أنه نطلع مباشر على صفحة الفيسبوك، لأنه كان هذا كان مطلب بصراحة دايما أطلبه. فأنا بشكرهم، يعطيكم العافية شباب، بدعتوا. هلأ أنا في عندي سؤال، لأنه بدي أنزل، قالوا لي في كومنتات موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، بس المشكلة إنه أوقات بتكون قد ما بيكون الإنترنت والتكنولوجيا أبونا سهلة، لكن مش قادرة أطلع على الكومنتات. فإذا أبونا بتشوف على صفحة شباب، مش قادرة أشوف الكومنتات على الفيديو على الموبايل. استنى موبايل. على الموبايل. اوكي اوكي، لا لحظة هلا اشوف. اوكي ما شاء الله وصلنا بحدود المشاهدين 1500، دلالة على انه في ناس متابعين. في عنا كمان تعليقات، مها اللوح، يسعد صباحكم موفقين، وصباحك يا ست مها الله يخليك، عيد الريحاني يسعد صباحكم،
في عنا مراد زيادين كمان يسعد صباحكم دكتور ويصعب صباح أبو نجور. يسعد صباحك حبيبي مراد. طبعا احنا على استعداد لأي تساؤل أو أي استفسار عن هذا البرنامج. اللي بحب عن طريق الفيسبوك يكتب لنا تعليق، نحن هلا قادرين انه نتابع. في عنا كتير ناس هلا عم تدخل وعم بتتابع هذا الفيديو. نعم تسمحي لي دكتورة كمان نحيي أبونا مالك مسيس صديقنا العزيز كمان عم بيشاهدنا الآن على ما يبدو. أهلا وسهلا أبونا مالك، وإن شاء الله بيكون في أكتر وأكتر. مراد زيادين، في عنا صموئيل صادقي يسعد صباحكم من مصر. صموئيل من مصر. نعم نعم جميل. فإن شاء الله أنه يا أبونا أنه هذا البرنامج يلاقي تجاوب من الناس ونحكي فيه مواضيع تهم شعبنا، شعبنا المؤمن المسيحي، ونقدر أنه نجاوب على أسئلتهم وتساؤلاتهم، نزيد الخبرة الروحية نعم أو الذخيرة من هذا البرنامج كل صباح أو كل مرة بنطلع معهم. في عندي جوني لويس جبرة بقول يسعد صباحكم أبونا جورج والدكتورة باسمة، وصباحك يا جوني إن شاء الله نهاركم يكون سعيد. في عنا كمان رجع صموئيل قال صلوا لنا، ونصلي للجميع أبونا. وأنا أبونا بحب يعني أنه نعمل صلاة مشتركة في نهاية البرنامج نعم. نعم عشان نكون مشتركين في الصلاة دائما ونعطي الذخيرة الحية من خلال طلبتنا للجميع بحياة سعيدة، حياة هنيئة، بعيدة عن المشاكل، بعيدة عن المنغصات، ودائما نلتجئ لربنا بكل حياتنا لأنه هو ما بيفشلنا دائما. فإذا هيك نختم بصلاة، نختم في صلاة في النهاية، وبعدين نطلع بترنيمة للنهاية من أصوات الجميلة اللي عم نسمعها على الباك جراوند تبع الساوند. وأبونا معلش اليوم نطلب صلاة منك طبعا، بس بحب أكد على أنه العناوين الحلقات القادمة بنفضل بالتعليقات أنه تعطونا إيش تقترحوا علينا المواضيع نعم. اللي ممكن أنا مع الدكتورة أنه نبحثها في الأيام المقبلة القليلة القادمة بعون الله إن شاء الله. نعم مالك الأبونا مالك مسيس صباحكم مبارك أبونا الحبيب جورج والدكتورة باسمة الحبيبة، أو صباحك يا أبونا وإحنا شاكرين متابعتكم. في عنا بسمة هلا سيسعد صباحكم منورين. لبنى بهجة الشرايح يسعد صباحكم أبونا ويسعد صباح الدكتورة صباحك. فتجاوب حلو هي من أمريكا كمان قصاي قادر لبنى من أمريكا. ألف تحية لكم صباح الخير، أهلا وسهلا في الجميع. لفينا دول العالم يا دكتور هاي أولا نورسات هذه المحبوبة يا أبونا، وإحنا كتير كتير ممنونين للمتابعة، وإن شاء الله إنه هذا البرنامج يكون حسب يعني حسن ظنكم ويؤدي الرسالة منه. أمين أمين آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن آثامنا، يا قدوس اطلع واشفي أسقامنا أمراضنا كل أوجاعنا. أيها الرب يسوع المسيح بارك هذه الفضائية نورسات حول العالم، بارك العاملين فيها دكتورة باسمة فريق العمل، كما دخلت بيت زكا العشار وباركت من فيه أنت بساعد يمينك يا رب، باركنا جميعا، بارك هذا البلد الطيب المضياف، بارك جلالة الملك وحكومته وشعبه أمين أمين. نشكرك أبونا على هالكلمات الطيبة، ربنا يبارك الجميع ويعطيك العافية أنت كمان على كل الرسائل والرسالة اللي بتأديها بنورسات من خلال الموقع الإلكتروني ومن خلال حضورك معنا دائما وإرشادك الروحي لإلنا. ومن وجه دعوة كمان لكل الكهنة الأباء اللي عم بحضرونا ورح يحضرونا إنهم ما يبخلوا علينا بكلمة روحية من خلال هذا المنبر، وإنهم نشجعهم إنهم ييجوا ويحكوا كلمة لأبنائنا المؤمنين من كافة الكنائس، كنائس الرسولية، كنائس اللي نعتز ونفتخر فيها في هذا البلد
بلدنا الأردن الحبيب. ربنا مع الجميع يا أبونا. آمين. ويشفي كل مريض، يساعد ويحمي بلدنا، يحمي جيشنا، يحمي أمننا، يحمي أبائنا الكهنة من صلي لهم، راهباتنا، مرسلاتنا، يحمي عائلاتنا، يحمي أولادنا وأطفالنا بهذا اليوم المبارك. ويا رب إنك أنت ترزق كل جائع، كل عطشان، كل مريض، كل محتاج لكلمة، بسمة، حياة. فمنوجه كمان ندانا من خلال هذا المنبر مرة تانية لكل أبنائنا وبناتنا، نحميهم في مدارسهم، أطفالنا يحميهم في الحضانات كمان. وربنا يبعدنا عنا كل شر، يبعد عن بلدنا كل شر. آمين باسم يسوع المسيح. آمين, آمين. دائما. شكرا لمستمعينا، ونترككم الآن مع ترنيمة روحية. سبحوه في فلك قوته.